بالمناسبة، هل في برضو هرجع للسلوكيات والعادات والتفضيلات الخاطئة اللي عند كتير مننا كمصريين، هل في أكلات معينة مدمرة لجهاز المناعة واحنا بنقبل عليها بنهم واحنا مش عارفين حجم خطورتها؟ في أكلات بتأثر طبعا، اي الزيوت الصفراء المهدرجه والحاجات دي طبعا لا انصح بيها. يعني كفايه مره في الاسبوع انا بشوف امهات لعيالهم يعني بيستسهلوا بقى محمر طبعًا. هم اصلا بيحبوا الحاجات دي يعني طبعًا. لو صعب تقول لا انا كل خضار كل سوديه لا صحيح. فدي طبعا يعني نحاول نحد منها. السويتس بتشوف ام مثلا، ده انا شفتها مع اختي مع بنتها، بنخش السوبر ماركت بتشتري الجيلي اللي مش عارفه ايه والايه، مش عايزه اقول اسماء كميه حلويات قلت لها ده هيخلص في سنتين ولا هيخلص في يوم، عشان انا بدات مش قادره استوعب كده في وجودك وقدامك قدامي انت بالذات قدامي ما يتعملش معاك كده. انا براحتي يا دينا قلت لها بنتك حرام. لا يعني لازم يبقى في وعي كده. بالمناسبه برضو خلينا ننور الحته دي للناس، لاولياء الامور والاهالي اللي بيتابعونا، لان كتير جدا منهم فعلا بيستسهلوا حتى في اللانش بوكس اللي بيدوه لاولادهم وهم رايحين المدارس في كتير من الاحيان. بتلاقي الحاجات اللي انت بتتكلمي عليها اللحوم المصنعه خطر في ايه بقى الموضوع ده؟ كلها مواد حافظه وكلها حاجات مش يعني احنا طبيعي ان احنا بناخد حاجات فيها مواد حافظه غصب عننا بس ما كل البطرمانات كل لازم ده اكلنا، بس بنحاول ان احنا نقلل شويه يعني نقلل، مش صعب ان احنا نمتنع، دي حياتنا. على رايك يا دينا ده احنا متحوطين بمواد حافظه والمواد اللي هي بتلون طبعا الالوان المصطنعه. طب احنا ازاي عارفين بنحاول بقى ان احنا ناخد فيتامينز نعوض، فيتامينز فيها انتي اوكسيدنتس، مالتي فيتامين، فيه فيتامين اي لان فيتامين اي مهم جدا جدا كمضاد اكسده، احنا بناكل وبيحصل اكسده نحاول ان احنا ندعم بمضاد اكسده. من اهم مضادات الاكسده في الحاله دي فيتامين اي وسي، اي رقم واحد كمضاد اكسده، سي رقم اتنين كمضاد اكسده، والب مالتي فيت بنصح بيه اكيد لان هو فيه الاثنين الحقيقه. طيب.